مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. راح نتابع بالحديث عن الأورام الجلدية. كان في مجموعة آفات أسماها جدا مزعجة وتخربط، لكن ما تخاف، تذكر تكلمنا مبارح كان في آفات قبل سكويموس تيل كارسينوما. عندك أكتينيك كيراتوسيس، هو ديسبلايشيا، يعني أنت عندك تغير بالسيلز بالخلايا لكن لسه ما صار كانسر. باومز ديزيز هو كارسينوما إنسايتو، هاي الآفتين قد تتطور إلى سكويموس تيل كارسينوما. بغض النظر عن الاحتمالية قليلة ولا لا، لكن قد تتطور إلى سكويموس تيل كارسينوما. شوف هذا جدا جميل، أكتينيك كيراتوسيس، عندك الخلايا عم يصير فيها ديسبلايجيا ثدن أسر تصنع يعني، بينما باومز ديزيز هو كانسر، لكن الخلايا هي راح تصير هي كانسرس، لكن ما راح تخترق البيزميت ممبرين، ما راح تخترق الغشاء القاعدي، هي انسايتو. لما يتطور للسكويموس تيل كارسينوما بشكل حقيقي راح يتطور، راح يخترق البيزميت ممبرين، راح يخترق الغشاء القاعدي. اوكي، مثل هذا البيزيس بي سي سي وهذا ميلانوما. بس هاي الفروقات بين الافات الثلاثه، ديسبلايجيا، انسايتو، وسكويموس تيل كارسينوما. شوف لاحظ كيراتو اكانتوما سيبوريا كيراتوس، يعني فيهم كيراتين كله راح يخربطوك، لذلك بدنا طريقة حفظ صغيرة. أنا دوما بحفظها بهي الكلمة، بس ضاعت معك أكبوس. أكبوس فعل الأمر، أكبوس أكتينيك كيراتوسيس، هاي أول وحدة. باونس ديزيز يتطوروا لسكويموس تيل كارسينوما، بس خلي هذا مفتاح، مفتاح الآفات الجدية. أوكي، أكتينيك كيراتوسيس أك، باونس ديزيز بو، سكويموس تيل كارسينوما أكبوس. لاحظ أنه جايين بهالتطور، ديسبلايجيا، كارسينوما إنسايتو، وسرطان. أوكي، طيب الآفات الأخرى، كيراتو أكانتوما اللاحق أوما، يعني لاحقة ورم، لاحقة تيومر، ويكون بناين. هاي القاعدة العامة أي بي ألف باء الأورام، إن لاحق أوما هي لاحقة أورام سليمة، ليبوما، منينجيوما، طبعا في استثناءات مثل الليمفوما اللي هي خبيثة مالجنت، صح؟ وبالتالي كيراتو أكانتوما هو ورم سليم، وراح نحكي عنه. هو سكويموس تيل كارسينوما لكن ويل ديفرنشيتد، يعتبر ورم سليم. سيبوريا كيراتوسيس، لاحظ ما جاب سيرة الورم ابدا ابدا، ما جاب سيرة الورم ابدا. سيبوريا كيراتوسيس ما جاب سيرة ورم ولا له علاقة بالخباثات، لكن هذا هو شكله، سيبوريا كيراتوسيس. شو أهميته؟ المرض اللي بتظهر عنده هاي الآفات، التقران المثي كانوا يسموه سيبوريا كيراتوسيس، بكميات كبيرة وبسرعة، لازم أفكر عنده اللي يكون عنده جي آي مالجنسي، قد يكون عنده خباثة دموية، خباثة هضمية عفوا. الآفة بحد ذاتها ليست خبيثة، ليست مالجنت، لكن لما يصير المرض عنده بشوفه قاعد وعنده تكاثر سريع، عنده كذا وحدة، شك بخباثة هضمية. أنا ليش عم أركز على هاي النقاط؟ أنت مرضك دخل على العناية الطبية، صح؟ وعملت التخطيط وعم تطعم مويعات وهيك، أنت عم تفحص شفت على صدره نقاط سيبوريا كيراتوسيس. عمو هدول من إمتى؟ والله يا ابني صار لهم من فترة قريبة جدا وعم يكتر. أبي يوجعوك؟ لا. أبي يحكوك؟ لا. قال لك إنه بلكي إنه من الشمس، مثل الشامات، مثل أي شيء، صح؟ قد توحي بخباثة هضمية، وراح تشوف هيك شيء، راح تذكرني، قد توحي بخباثة هضمية. أنا ما عمل لك سير هاوس، بس قلت لك أنا شغلي هون معك إنه عم نحاول نرفع السوية، صح ولا لا؟ ما بديك تكون عادي. أوكي، فبالتالي راح نتابع الحديث عن سكويموس تيل كارسينوما، العوامل المؤهبة بكل الخباثات الجلدية، أشعة الشمس، المؤهبين زيرو ديرما بيجمنتوسوم، التثبيط المناعي immunosuppression. هون بيحبوا يلعبوا عليك، والله مرض زرع كلية، الخباثة الجلدية اللي ممكن أن تنشأ هي سكويموس تيل كارسينوما بعد الالتهابات المزمنة chronic skin ulcers، بعد لوبوس، هدول آفات مناعية قد يؤذوا إصلاح الخلايا، وبالتالي قد يتطور سكويموس تيل كارسينوما بعد التعرض للشمس. scarring skin disease بعد الندبات، أوكي، بعد الفقاع، تذكر الفقاع انه ممكن يتطور لخباثه، صح؟
قد يكون سكويموس سيل كارسينوما. عندك التعرض للأرسنك الزرنيخ مؤهب لسكويموس سيل كارسينوما، هاي خليهم في بالك. زيرو ديرما بيجمنتوسوم، اميونوسبرشن، الزرق، الأمراض المزمنة، الندبات، الفقاع، أرسنك، الزرنيخ، في كتير عندك أسباب تؤهب للسكويموس سيل كارسينوما. طيب راح يبلش يتكلم لي في المناطق المعرضة للشمس، مظاهر متنوعة، عقيدات، عقيدات فؤلولية، أورام قاسية مرتشحة، قرحات. رضع بأسماء ألعب راح أذكر بالإنجليزي. يتطور من ورم متميز جدا إلى كشم خلوي. الورم المتميز جدا لدرجة أنه سلوكه سليم شو اسمه؟ كيراتو أكاندوما. قد تحدث نقل إلى العقد الليمفاوية لأنه هو عم يغزو، فإذا عم يغزو قد يصل إلى الطريق الليمفاوي وينتقل. أوكي؟ طيب سكويموس سيل كارسينوما sun exposed areas keratotic nodules exphotic erythematous nodules infiltrating firm tumors and ulcers. طيب شوف الآفات، لاحظ عندك آفات وفي هاي الكريست نتيجة الكيراتين. نحن ما تكلمنا انه بالجلد epidermis بشرة وأدمة على حساب الخلايا البيزل القاعدية BCC، بنام على حساب الكيراتينوسايت راح يطلع عندك SCC صح، وبالتالي قريب على الكيراتينوسايت فبتعطيك هذا المظهر. على الشفة السفلية اتفقنا انه بوس البي اعلى والسي والسكواموس هي اسفل. لاحظ هاي الآفة وفيه كريست، هاي سكواموس سيل كارسينوما. البي سي سي عادة بيكون شفاف، السكواموس بيكون فيه شوية كريست، بيكون فيه هيك شوية لون. examples of squamous cell carcinoma، لاحظ squamous cell carcinoma، squamous cell carcinoma. اوكي ولاحظ بأعمار متقدمة 80-95. اوكي طيب هذا الشيء تكلمنا عنه. التدبير الجرح هي المفضل، الكي العلاج الشعاعي بنسبة شفاء جيدة بشكل عام بالعلاج باستصغار واسع، ما توجع كبير خيارات. هون في جملة تفيد الروتينويدات الجهازية أشخاص لديهم خطورة عالية تطور سرطان شائك للخلايا الأخرى. بمعنى آخر أنت عندك فيتامين أي ضروري ليصير ديفرنشيشن تمايز بالخلايا، وعوزه يؤدي إلى ميتابلايجيا. لما يصير في عندي نقص يصير عندك ميتابلايجيا، حتى يصير في تقرن بالعيون صح؟ هاي أول فكرة، معناها الفيتامين A ضروري لتمايز الخلايا، لما بنقصه بيصير عندك ميتابلايجيا. هلا بالمستوى للخلايا الجلدية الفيتامين A ضروري للتمايز. لما هاي كفكرة عامة، الريتينويدات اللي مشتقات الفيتامين A لما تعطيها للمرضى في عندك بمستوى الخلايا الـ EGFR والراس، هدول الـ signal transduction ضروريات لتكاثر الخلايا. هذا إذا كان أوفر أكتيف يساعد على نمو الورم، لما تعطي الروتينويدات رح تثبطه، رح تخلي عمله بشكل منظم أكثر، وبالتالي تقلل التكاثر الخلوي، تقلل التكاثر الخلوي من هالناحية. أوكي طيب فيتنظم تكاثر الخلية ماشي. management surgical excision other options curettage radiotherapy retinoids can be used فتلك لما يكون في عندك نقص فيتامين اي يصير عندك ميتابلايجيا مثلا بالعين بالهير فوليكلز بجريبات الاشعار. لذلك احنا نعطي ريتينويدز لعلاج حب الشباب لعلاج الاكني صح ولا لا؟ اوكي فراح يذكر لي كلمتين عن التقران السفعي اكتينيك كيراتوسيس. كلمة أكتينك هي متعلقة بالشمس، يعني التقرن اللي سببه الشمس. آفة حمامية مفرطة التقرن تنشأ في منطقة معرضة لإشعة الشمس بشكل مزمن. نسيجين ديسبلايجيا، هاي يعني نحكي نحن على أول وحدة من الأكبوس صح؟ أكتينك كيراتوسيس هو ديسبلايجيا وتشخيصه هو سريري، تعالج بسهولة بالآزوت السائل ضروري او استخدام 5-fluorouracil موضعيا، ايمي كيمولياز الى اخره. التطور نحو سكويموس سيل كارسينوما نادر الحدوث لكن قد يحدث
يجب الاشتباه في حال حدوث تقرح او نزف او الم. معناها actinic keratosis, hyperkeratotic erythematous lesions in the sun exposed sides, dysplasia. Dysplasia is really important. Management with liquid nitrogen, cytotoxic 5-fluorouracil. Can be progressed to squamous cell carcinoma, but it's really rare. Okay. شوف. Actinic keratosis, آفات. فيه كراست على سطح الجلد المعرض للشمس بشكل مزمن. لاحظ. Actinic keratosis. هذا على رأسه في actinic keratosis. كيف راح تعالجه؟ أكت. راح أكت أزود سائل وفايف فلوروسيل على رأسه حتى أشفي. راح أكت على الآفة. أكت يعني أصب. صح. فلويد نيتروجين. النيتروجين السائل وفايف فلوروسيل على الرأس. صح. وأنا ما جاب سيرة الجراحة ولا أشعة ولا شيء. راح أكت نيتروجين السائل على الأكتينك كيراتوسيس. أوكي. أكت. بعده السرطان داخل البشرة. تاب بوين. هي اتفقنا عليها هي انسايتو. لويحات وصفية حمامية بطيئة النمو على المنطقة السفلية للساق عند النساء المعمرات الشقراوات. نساء معمرات شقراوات على الساق ممكن تظهر آفات هي داء بوين. هي كارسينوما سكويموس انسايتو. الفحص النسيجي سرطان داخل الطبقة الظهارية لا تتجاوز الغشاء القاعدي. يعني هذا عندي بشرة وهي أدمة بهالمستوى في عندي تكاثر لكن لم يتجاوز الغشاء القاعدي. قد تتحول إلى سكوموس سيل كارسينوما ولا بد من علاجها دوما. قد تغزو الغشاء القاعدي. بما أنه هي خلايا خبيثة لازم أعالج. صح ولا لا؟ قد تتطلب خزعة العلاجات غير جراحية كعلاج حركي معالجة معدل المناعة كذا بشكل شائع. ليش؟ لأنه تترافق مع اندمان أفضل. Bowen's disease, intraepithelial carcinoma, slow growing on the lower legs of fair skin. Fair skin هو الجلد اللي نسميه الأبيض اللي هو الفاتح in elderly women. Intraepithelial carcinoma not penetrating basement membrane. May develop to squamous cell carcinoma. Should always be treated. ممكن تعمل بايوبسي والعلاج هو non-surgical. العلاج non-surgical. شوف عندك هاي على مستوى الساق هذا Bowen's disease. Squamous cell carcinoma in situ. Intraepidermal lesions. تمام؟ طيب بتلاحظ الحوافات غير منتظمة وعندك كراست فبيوحي لك انه هذا قد يكون خباثة. اوكي؟ فرح تشوف انه مثلا في كتير آفات تعمل بالأول على انه هي أكزيما على انه شيء آخر بس تتراقب تنعرف تكشف. المهم انك تشك بالآفة دوما انتلك هي البطولة انك تشك بالموضوع. اوكي؟ لاحظ تكاثر خلوي لكن لا يتجاوز البيزمنت ميمبرين. لا يتجاوز الغشاء القاعدي. سكوميس كارسينوما انسايتو. طيب فكطريقة حفظ صغيرة للبوينز ديزيز انه انت عندي نساء المعمرات الشقراوات على المنطقة السفلية والعلاج غير جراحي وهي انسايتو. هلأ النساء المعمرات الشقراوات هدول النساء كتير بيهتموا بحالهم صح ولا لا؟ ويحاولوا يتصرفوا بأدب. يعني لما يكون في عندك خط ما رح يتجاوزوا الخط صح ولا لا؟ وبالتالي الآفة اللي بتصيب على مستوى ساق نساء المعمرات الشقراوات ما رح يتجاوز الخطوط والتجاوز بيصير بالساق صح ولا لا؟ ما رح ينطوا يعني يتجاوز الخط. معناته عندي Bowen's disease اللي هو انسايتو. فرح أتذكر منه هدول رح ينصاب عند النساء بالساق. اوكي وبنفس الوقت لا يتجاوز الغشاء القاعدي. هل هدول النساء اللي بيهتموا بحالهم وكل سنتين يعملوا حقن فيلر وبوتوكس اكيد ما راح يحبوا يكون في ندبه بالساق. لذلك استعمل علاجات غير جراحيه.
راح ألجأ لعلاجات غير جراحية، لأن هذا النمط من الناس عم يهتم بتفاصيل الجمال وهالأمور. اتفقنا؟ طيب. فبتلاحظ بعد ما أخذنا مجموعة آفات بيزل كارسينوما، هذا الفلات كان مبارح، سكويموس كارسينوما اللي أخذنا اليوم لاحظ شكل عقيدي وفي كراست، ميلانوما رح ناخده، بونز ديزيز بالساق كيف صاير شكله هيك، كيراتو أكانتوما الورم السليم، أكتينيك كيراتوسيس هذا اللي تبع انكت عليه أزود سائل، انكت عليه أزود سائل. آخر آفة اليوم الورم الشائك المتقرن شوكوم قرني، كيراتو أكانتوما، كيراتو أكانتوما واللاحقة أوما، يعني ورم سليم برغم أنه حميد. هو السكويموس كارسينوما متميز بشكل جيد جدا، فهو ورم سليم، لكن بالأخير هو تم إدراجه مع الورم الخبيث، ليش؟ لأنه بالدرجة الأولى هو سكويموس، يعني هو السكويموس كارسينوما متميز بشكل جيد، حطيناه بهالصفات، يعني هو صفاته حميدة، لكن حطيناه مع الشلة لأنه هو سكويموس كارسينوما. طيب، آفة عقيدة سريعة النمو مع زولة قطر 5 سنتي مع سداد الكيروتينية مركزية يرتبط مع التعرض المزمن للشمس لأشعة الشمس، يظهر على الوجه مثل كل الآفات كون أكثر تعرضا للشمس، تشبه سكويموس كارسينوما سريرين ونسيجيا، التدبير تجريف استئصال نفي سكويموس كارسينوما، يعني ما في شيء هو نوعي، لكن الشيء النوعي هو أنه قد يتراجع بشكل عفوي، قد يتراجع بشكل عفوي. معناته الكيراتو أكانتوما أول انطلاقة هو بنائي، هو سكويموس كارسينوما well differentiated صح؟ عمينمو كآفة وحيدة وفيه كيراتين، قد يتراجع spontaneous resolution، قد يتراجع بشكل عفوي. وين عميشة؟ منطقة تعرض للشمس بشكل مزمن مثل الفيس، كعلاج بقدر أقطع العلاج الجراحي. هاي هي النقاط الأساسية بالكيراتو أكانتوما. فهي الآفة اللي فيها كراست، اللي فيها كيراتين من فوق صح؟ اللي فيها كيراتين من فوق، هاي هي الآفة، هي السكويموس سيل كارسينوما well differentiated صح؟ قد تتراجع عفويا، لو ما انت حط الصورة وتكلم وحكي عليها قد تتراجع عفويا، لكن راح أعالج أنا جراحيا حتى ما تصير ندبة. أوكي؟ طيب، وبالتالي هاي باختصار شديد الآفات اللي ممكن يخرطوك عندك مثل ما اتفقنا. برجع دوما لهذا المخطط اللي فوق بعض، Actinic keratosis هو dysplasia، Bones disease تبع الشقراوات على الساق هذا انسايتو لا يتجاوز الغشاء صح؟ الأكتينيك بكت آزوت، Bones disease ما بعمل علاج جراحي مشان الندبات على الساق يقد تطوروا إلى سكويموس كارسينوما، كيراتو كانتوما هو ورم سليم، سيبوراهي كيراتوسيس هذا اللي له علاقة بالجي آي مالجنسي. هذا كل ما في جعبتي اليوم، إن شاء الله كان الفيديو مفيد، شوفكم إن شاء الله فيديو جديد، سلام.